يا هلا مرحبا فيكم مشاهدين الكرام، احييكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم الموروث البحري الخليجي لموسمه 2018-2019. اسبوعيا راح نتلاقى معاكم في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية، عندنا جوائز كاش مقدمة من وزارة الإعلام، تعالوا ويا بعيالكم خلونا نستمتع معاكم. مستمرين معاكم أعزائي المشاهدين في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية ومن برنامجنا وبرنامجكم الموروث البحري الخليجي. خلونا نشوف هذا الضيف، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور، يعطيك العافية. الله يعافيك. ايش رايك في قرية الشيخ صباح؟ والنعم ما شاء الله، أجواء جدا جميلة، مطاعم، قهاوي، عوائل، كل مستانس الحمد لله. واحنا اللي بيكم بس مستانسين، برنامجي يتكلم عن كل ما يخص البحر. حلو، اذكر لي ثلاث أسماء الدواوين اللي موجودة في الكويت، دواوين صيادين. السالمية، الفنطاس، واحدة بالديرة، شاطئ الوطية. شو اسم الوطية؟ سلام عليك. الفنطاس والسالمية والوطية تستاهل جائزة تقدر تاخذها الحين من فريق المالية من وزارة الإعلام. يعطيكم العافية وما قصرتوا، مشكورين على الاستضافة حبيبي. تسلم تسلم تسلم. مستمر معاكم، تابعوني. مستمر معكم أعزائي المشاهدين من مكان إلى مكان آخر وفي قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية، ومن ضيف إلى ضيف آخر. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير، هلا أخوي. إيش رأيك في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية؟ والله عجيبة والأجواء وايد حلوة الحمد لله. إحنا نبيكم مستانسين أهم شيء، وحرصنا على بس إن نسعدكم. السؤال يتكلم عن البحر. حلو، اذكر لي ثلاث أنواع أشياء يستخدمونها الحداق لصيد السمك. سنارة، الشبك، الخيط. سلام عليك. السنارة والخيط والشبك. سلام عليك، الله يعطيك الصحة والعافية، تستاهل جائزة مقدمة من وزارة الإعلام من الجماعة هني. حياك الله. حياك، احنا مستمر معاكم والكاش موجود. حياكم. مستمرين معاكم أعزائي المشاهدين في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية، معانا هذه العائلة المتميزة. مساك الله بالخير عمي. الله بالخير. مرحبا. ايش رايك في قرية الشيخ صباح الأحمد؟ شلون هذا؟ ان شاء الله الاهل مستانسين. لا الحمد لله مستانسين، جزاكم الله خير. الله يسلمك. ايش رايك ناخذ الرأي؟ يعطيك العافية. الله يعافيك. يعطيك العافية. من اللي فيكم راح يجاوب على السؤال؟ مشاركة الجميع. ان شاء الله. اول شيء نسأل العم، بداية شنو هو الميدار؟ ميدان؟ الميدار. طبعا احنا برنامج مال السمك. طبعا احنا برنامجنا الموروث البحري الخليجي، اتكلم عن كل ما يخص البحر. حلو، شنو الميدار؟ الميدار اللي يصيد فيه السمك. يا سلام عليك. مال حجر. الله يعطيك الصحة والعافية. قول لنا شنو الدرية؟ الدرية مات الطرات. الديرة. هذه الديرة اللي هي الميدار العود. الميدار العود. الله يعطيك الصحة والعافية. عافيك، جزاك الله خير. والحين راح تاخذ بيزات كاش مقدمة من وزارة الإعلام. جزاك الله خير، جزاك الله خير. وياك إن شاء الله. ما قصرتوا. احنا عمي غايتنا وناستكم، وهذه فرحتنا في قرية الشيخ صباح الأحمد، إن جوائز مقدمة من وزارة الإعلام وكاش تستمتعون فيها. ما قصرت، جزاكم الله خير. يسلمك حبيبي. يسلمك. احنا مستمرين معاكم والكاش موجود. حياكم.
مستمر معاكم اعزائي المشاهدين في قريه الشيخ صباح الاحمد التراثيه من اسره الى اسره اخرى. مساك الله بالخير. بخير والله يا مرحبا. الله يعطيك العافيه وخليك هالحلوين. الله يعافيك سلمك ما تقصر يا طارق. في مهرجان الموروث البحري الخليجي، حلو الكلام، في ثلاث العاب يلعبونها الشياب عندنا في الديوانيه، ديوانيه صيادين الوقت، حلو؟ شنو هم؟ كثيره والله، منها الدومنا، الكيرم، البليارد، كل شيء يعني كثيره يعني. البليارد كذلك. والدومنا. والدومنا بعد نحتاج، هذه الاساسيه يعني. نعم. يعطيك العافيه. والله يحفظهم لك ان شاء الله وتاخذ جائزتك مقدمه من الربع هني عندهم في تابعين وزاره الاعلام. شكرا، الله يجزاكم خير، يديم افراحنا ان شاء الله على هالبلد وعلينا كلنا ان شاء الله. مشكور مشكور، احنا مستمرين معاكم في قريه الشيخ صباح الاحمد التراثيه، حياكم. مستمر معكم اعزائي المشاهدين في قريه الشيخ صباح الاحمد التراثيه، معنا الاخت، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. ايش رايك في قريه الشيخ صباح الاحمد التراثي؟ مكان اكثر من رائع، خصوصا بالاجواء الوطنيه، وايد استمتعنا صراحه. برنامج يتكلم عن الموروث البحري الخليجي، حلو؟ نبي المسابقات اللي في مهرجان الموروث البحري الخليجي، اذكري لي ثلاث مسابقات من المسابقات. ثلاثه ولا اثنين؟ دانس الامير والحداق. يا سلام، وحداق الاسياف؟ اي وحداق الاسياف صح. حلو. وحداق الكنع؟ هذا عاد ما اعرفه، بس اللي اعرفهم الثلاثه، انت طول ثلاثه. الله يعطيك الصحه والعافيه، دام ان انت مستانسه معانا والاهل ان شاء الله مستانسين، احنا هذه غايتنا، نبي فرحتكم، وبس مجرد ما تجاوبون صح ان تسلمون جائزتكم مقدمه من وزاره الاعلام. بعد مشكورين ما قصرتوا. جائزه تسلمينها الحين من الاخوان هنا مقدمه من وزاره الاعلام. مشكورين ما قصرتوا، تسلم تسلم اخوي ما قصرتوا. مستمر معاكم. حياك. وصلنا معكم أعزائي المشاهدين إلى ختام حلقتنا، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، شكرا لكل من يعمل على قدم وساق لإنجاح مثل هذه الفعاليات الجميلة، والشكر موصول لكم على حسن المتابعة، نشوفكم الأسبوع القادم وجوائز جديدة، فما الله. We'll be right back.